معالي والسعادة السيدات والسادة الحضور الكريم. Your Excellency Sheikh Nahyan bin Mubarak al-Nahyan, Your Excellencies, ladies and gentlemen, delegates, welcome to the 4th International Conference of Sports for Women 2017. الحضور الكريم. تحت ظل هذا الوطن نشأنا ورسمنا أحلامهن. سقطنا لكنهن نهضن مجددا حاملين معهن راية الإمارات ليمثلانها في كل بقاع الأرض. كسرنا كل الحواجز وتحدينا المستحيل. انضموا إلي إلى جمهور المؤتمر الدولي لرياضة المرأة لنقف جنبا إلى جنب مع المرأة الرياضية ولننشد فخرا لهذا الوطن. Ladies and gentlemen, it is with great pride and honor that we welcome the UAE's female athletes who represent us all over the world to sing the United Arab Emirates' national anthem. حضورنا الكريم، اسمحوا لي أن أفتتح برنامج المؤتمر الدولي لرياضة المرأة بكلمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك عضو مجلس الوزراء وزير التسامح، فليتفضل مشكوراً. Ladies and gentlemen, we'd now like to welcome His Excellency Sheikh Nahyan bin Mubarak al-Nahyan, Minister of Tolerance, to give the opening address. Your Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أصحاب السعادة أصحاب المعالي الضيوف الكرام أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في حفل افتتاح مؤتمر أبوظبي الدولي الرابع لرياضة المرأة والذي ينعقد هذا العام تحت شعار إلهام الأجيال وذلك تأكيداً على أن إقبال المرأة على النشاط الرياضي يجسد عدداً من القيم والمبادئ المهمة التي تمثل مكونات أساسية في الفكر السليم والسلوك الرشيد وبناء الشخصية المتكاملة عبر الأجيال وفي مختلف الأعمار ما في ذلك قيم ومبادئ العمل الجاد والالتزام بالهدف والحكمة وضبط النفس والعمل بروح الفريق بالإضافة إلى التكاتف والتضامن والقدرة على الثبات في مواجهة التحديات والصعاب هذا بالإضافة إلى التعود على العمل مع الآخرين والتعامل الناجح معهم عبر الثقافات والحدود والأغطار الرياضة النسائية كذلك تجسد التزام المرأة ذاتها بالحرص
على سلامة العقل والجسم وعلى تحقيق حياة منتجة وسعيدة لنفسها والمجتمع من حولها وعلى الدوام. لا عجب والأمر كذلك أن هذا المؤتمر المهم للغاية والذي يضم مجموعة متميزة من المتحدثين والمشاركين من داخل الدولة ومن كافة أنحاء العالم. لا عجب أن هذا المؤتمر الرائد يحظى بالرعاية الكريمة للوالدة الفاضلة أم الإمارات صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن رعاية صاحبة السمو أم الإمارات أعزها الله لهذا المؤتمر إنما هو امتداد طبيعي لحرصها الكبير على إنارة الطريق أمام المرأة في كل مكان نحو التفوق والنبوغ وتحقيق أقصى ما وهبه الله لها من طاقات وإمكانات، بالإضافة إلى قناعة سموها الأكيدة بأهمية ممارسة الرياضة في إثراء الحياة وتنمية المجتمع والإنسان وتحقيق التواصل والتعايش والسلام في المجتمع وفي العالم كله. يشرفني أن أتقدم باسمكم جميعاً في هذا المؤتمر بعظيم الشكر والتحية والاحترام إلى صاحبة السمو الوالدة الفاضلة أم الإمارات. نشكرها على رعايتها الكريمة لهذا المؤتمر، ونعتز ونفتخر برؤيتها الحكيمة في إتاحة كافة الفرص أمام المرأة للمشاركة الكاملة في مسيرة المجتمع دون ما أي عوائق أو تمييز. إننا نؤكد لسموها في هذا المؤتمر أن دعمها القوي لكل ما من شأنه تنمية دور المرأة في الوطن والعالم، والرياضة تقع في موقع القلب من ذلك كله. أقول أن دعم سموها القوي للرياضة النسائية هو دائما وبإذن الله حافز قوي لنا جميعا إلى العمل الجاد والعطاء المتواصل في سبيل تحقيق التنمية البشرية الناجحة، تلك التي تمس الروح والذهن والبدن في منظومة متكاملة تحقق الخير للإنسان في كل مكان. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا صاحبة السمو أم الإمارات قائدة ورائدة وصاحبة مقام رفيع ومكانة مرموقة في الدولة وفي العالم. يسرني كثيراً أيضاً أيها الأخوة والأخوات أن أعبر عن عظيم الشكر والتقدير إلى أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لتنظيمها هذا المؤتمر الذي يجيء امتداداً أصيلاً لقناعة أكيدة بأن ممارسة الرياضة لدى المرأة يسهم في تحقيق دورها المهم كأداة فعالة للتطور الإيجابي في المجتمع. يسرني أن يحيي معكم الرؤية الرشيدة التي تحكم عمل هذه الأكاديمية الرائدة في ظل قيادتها القديرة ممثلة في سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان.
هذه الرؤية الرشيدة التي تؤكد على الأهمية القصوى للرياضة النسائية في حياة المرأة والمجتمع والعالم، وعلى مكانة رياضة المرأة كأساس قوي لحياة منتجة تتسم بالصحة والسعادة والنشاط، وكأسلوب فعال لتحقيق التقدم والتنمية للفرد والمجتمع على حد سواء. إن هذه الرؤية الرشيدة في الأكاديمية إنما تتسق تماماً مع ما تسعى إليه دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وما تحرص عليه من تحقيق التنمية المتكاملة للإنسان رجالاً ونساءً وعلى السواء. يشرفني أن أتقدم اليوم بفائق الشكر وعظيم الاحترام إلى صاحب السمو الوالد رئيس الدولة لدعمه المستمر لكل عمل نافع يكون الهدف منه هو تقدم المجتمع وسعادة أبنائه وبناته. أتقدم كذلك بعظيم الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تشجيعه المستمر لممارسة الرياضة والسلوك الصحي على كافة المستويات في المجتمع. أتقدم أيضا بعظيم التقدير والامتنان والاحترام إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه الكبير للمبادرات الرياضية المهمة بما لذلك من آثار إيجابية واضحة على تنمية المجتمع وتمكين الإنسان في كافة ربوع الوطن وبشكل ملحوظ. أيها الحفل الكريم، اسمحوا لي في هذه المناسبة أن أشترك معكم في مناقشة بعض الموضوعات الواردة في جدول أعمالكم، وأن أشير باختصار شديد إلى عدد من الأمور التي أراها مهمة في تعزيز دور الرياضة النسائية في إلهام الأجيال. الأمر الأول هو أن الحديث عن الرياضة النسائية لا يعني فقط مجرد مشاركة المرأة في الفرق الوطنية أو المنافسة الرياضية في المحافل الدولية، بل يجب أن يعني كذلك، وهذا المهم للغاية، ممارسة الرياضة لدى المرأة في جميع الأعمار وفي مختلف مواقع الحياة من أجل نشر السعادة والنشاط ورفع مستويات الصحة العامة في المجتمع. هذا أمر. الأمر الثاني هو الإدراك المتزايد في العالم كله بأهمية الاعتماد على المرأة ذاتها في دعم الرياضة النسائية وتشجيعها على أوسع نطاق، ويتحقق ذلك من خلال التوسع في تمثيل المرأة في الاتحادات الرياضية وإشراكها في اتخاذ القرار في المجال الرياضي واستقطابها العمل كذلك في مجالات الإدارة والتدريب. الأمر الثالث هو الإدراك المتزايد الآن في العالم كله بدور وسائل الإعلام في إزالة كافة العوائق المجتمعية أمام ممارسة المرأة للنشاط الرياضي. لا تزال هناك حاجة ملحة لبرامج
التوعية الإعلامية ونشر المعلومات عن الفرص والإمكانات المتاحة أمام المرأة والارتقاء بنظرة المجتمع للرياضة النسائية ولدورها المرموق في تحقيق التنمية المتوازنة والناجحة في المجتمع. الأمر الرابع هو الإدراك المتزايد في العالم كله بأهمية الاحتفاء بالنماذج المتميزة في مجالات الرياضة النسائية، ولنتذكر دائما أن إنجازات الرواد من النساء في مجال الرياضة هو إلهام حقيقي للأجيال، بل وتجسيد قوي لما نتطلع إليه من قيم ومبادئ إنسانية رفيعة. الإنجازات الرياضية للمرأة هي خير إعلان وأفضل دليل على نجاح المرأة في الاستجابة إلى التحدي وفي تحقيق ذاتها في هذا المجال الإنساني الهام. الأمر الخامس هو أن تشجيع الرياضة النسائية والنشر الوعي بأهمية ممارسة المرأة للرياضة وإطلاق المبادرات المجتمعية المهمة في هذا السبيل هو مجال رحب لبناء الشراكات المحلية والعالمية في مصلحة المجتمع بالشراكات وأيضا القطاع الخاص المدني والمدارس والجامعات والمنظمات العالمية، كل ذلك في عمل مشترك لما فيه مصلحة المجتمع والإنسان. الأمر السادس هو الالتفاتات تماما إلى أن البحوث والدراسات ونشر نتائجها على نطاق واسع أمر مهم للغاية في ترشيد الجهد المجتمعي في مجال الرياضة النسائية. البحوث والدراسات ضرورية جدا لوضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة التنفيذ وتقييم الإنجازات. البحوث والدراسات مهمة أيضا لتوثيق المنافع الصحية لممارسة الرياضة ودورها الهادف في تمكين المرأة من بناء الثقة بالنفس وبناء الصداقات واكتساب الهوايات النافعة والإسهام في مسيرة المجتمع. البحوث والدراسات ضرورية للغاية لتوثيق دور المرأة الرياضة النسائية في تحقيق العدل والتوازن وإتاحة الفرص أمام المرأة للنماء على أعلى المستويات والحياة الناجحة على أكمل وجه. أيها الحضور الكريم، أيها الأخوة والأخوات، إن أمامنا في هذا المؤتمر الدولي فرصة مواتية لأخذ ذلك كله في الاعتبار وصولاً بإذن الله إلى تعميق ممارسة الرياضة النسائية في كافة الأعمار وفي كافة ربوع المجتمع. إنني سعيد للغاية لما ألحظه في هذا المؤتمر من حماسة شديدة واضحة لتعزيز مكانة المرأة النسائية الرياضة النسائية في مسيرة الوطن والعالم، ويسرني كثيراً أن أشارككم هذه الحماسة وأن أدعو لكم جميعاً بالنجاح والتوفيق في هذا المؤتمر الهام وما يتبعه لاحقاً على أرض الواقع. وفقكم الله إلى كل عمل نافع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم الله يسلمك. شكراً معاليك على هذه الكلمات الملهمة.
Thank you, Your Excellency, for your inspiring words. ننتقل الآن إلى الكلمة الرئيسية للمؤتمر من سيدة ملهمة وقدوة لجميع أبناء جيلها معالي شمة المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب والتي تلقي هذا الخطاب نيابة عن صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيث لم يكن بوسعه الانضمام إلينا اليوم. Please join me in giving a warm welcome to Her Excellency Shem Al-Mazrui, UAE's Minister of Youth, for the opening speech. Welcome. معالي الشيخ نهيان بن مبارك عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للتسامح أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكريم إخواني وخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود في البداية أن أنقل لكم تحيات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الأميرة هيا بنت الحسين سمو الأميرة نموذج نقتدي به في الريادة وخاصة في الرياضة اليوم نجتمع في هذا المكان وهدفنا الريادة بالمرأة في الرياضة وتحقيقها للإنجازات مثل ما نشوف إنجازاتها في مختلف القطاعات إخواني وخواتي عندما نتكلم عن المرأة وتمكينها وريادتها هالموضوع ما بدأ اليوم وما نتناقشه اليوم فقط بل بدأ قبل عشرات السنين بجهود أمنا أم الإمارات صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لطالما حرصت وبادرت لأن تكون المرأة الإماراتية والعربية هي الأولى وهي الأفضل وهي من يقترن اسمها بالإنجاز قبل سنوات البعض كانوا يعتقدون أن المرأة غير قادرة على الإنجاز في قطاعات عدة إلا أن اليوم خواتنا وأمهاتنا أثبتوا عكس ذلك أثبتوا كلنا أن المرأة هي الإنجاز وهذا ليس رأي فقط ولا مبالغة بل حقائق ونتائج إمارة أبوظبي الحمد لله فازت باستضافة الألعاب الأولمبية الخاصة وتستضيف مشاركين من أصحاب الهمم من كل أنحاء العالم واليوم وبكل فخر منظمة الأولمبيات الخاص الإماراتي تعمل بشغف من أجل هذا الحدث الرياضي والإلهام هو أنه بقيادة امرأة كلنا نفخر بها بقيادة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان حفظها الله اليوم نشوف أخواتنا الرواد في الفروسية في السباحة في مختلف الرياضات ونفخر بإنجازاتهم كم يبث الفخر يوم نشوف إنجازات دلمة من السعودية كأول أولمبية سعودية وكم نفخر بإختنا ندى البدواوي أول سباحة إماراتية تحصل على الميدالية في الألعاب الأولمبية وغيرهم الكثير من النماذج المشرفة الأسماء والوجوه تختلف الإنجازات تتفاوت لكنها جميعاً تحمل رسالة واحدة أن المرأة تستطيع وتستطيع بإرادتها وتستطيع بهمتها وعزمها أن تحقق كل شيء وتستطيع أن تكون قدوة لجيل من الشابات لتكون فخر لهذا الجيل وملهمة لهم واليوم إذا بنتفكر معا سواء تسلق على قمة أو مشاركة في أكبر بطولة أو أي نوع من التدريب بإرادتها نقدر تشارك وتفوز بإرادتها تقدر تشجع كل أخت عنا بإرادتها تقدر المرأة تصنع إنجازات لم تصنع من سنين المرأة اليوم وخاصة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ليست بحاجة لأن ننتظر أو تنتظر ما يحمله المستقبل لها ليست بحاجة لدعوة للإنجاز أو انتظار صناعة فرصة المرأة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة تقتنص كل فرصة أمامها تجعل من قصتها قصة فخر واعتزاز لنا كلنا المرأة هنا تعكس قيم أبونا الشيخ زايد الله يرحمه وأمنا
الشيخة فاطمة بنت مبارك. تخيلوا عظمة المشهد، مرأة إماراتية عربية بميدالية في دورة عالمية تنقل قيم الإرادة وقيم التحدي وقيم وطننا، وتفخر بعلمنا ولبسنا. إن شاء الله إنجازات المرأة الإماراتية العربية في الرياضة تصبح واقع نعتاد عليه. شكرا جزيلا لكم. شكرا معالي شمة المزروعي على هذه الكلمات القيمة في بناتنا المبدعات. Thank you, Your Excellency Shem al-Mazrui, for your inspiring words. So without further ado, ladies and gentlemen, allow me to introduce Neda Shebani, who will moderate the first panel discussion of ICSW 2017 Empowering Women, Sports and Leadership. Neda is a TV show host and presenter in Abu Dhabi Media, who hosts the popular daytime show Sabah al-Dar. Please join me in giving her a warm welcome. حياك الله معنا Neda. صباح الرياضة على الجميع. شرفنا الحضور الكبير الموجود معنا اليوم. جلستنا الافتتاحية اليوم راح تتحدث كيف يمكن الاستفادة من الرياضة إن كنت قائدة أم مارست يعني تعملين في أحد القطاعات الرياضية، أم كانت الرياضة جزء من روتينك اليومي أو البسيط. كيف يمكن للرياضة أن تشكل فارق في حياتك، تجعلك امرأة أقوى، أكثر استقلالية وناجحة بكل تأكيد. دعوني أدعو للمنصة متحدثاتي الملهمات المتميزات التي سيطلعننا من خلال خبرتهن والمناصب العليا التي يتواجدنا بها كيف يمكن بالفعل الرياضة أن تكون محفز لشخصية متطورة للمرأة. أدعو على المنصة معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ماريا تسكيدور جوفريزا عضو مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، وميشيل كوان حاصل على ميداليتين أولمبيتين، بطلة العالم 5 مرات و9 مرات، بطلة أمريكا في التزلج. طبعاً احنا بنبدأ بمعالي نورة الكعبي، ونظراً لضيق الوقت واضطرارها لأن هي تغادرنا لأن ستكون على الهواء مباشرة في إمارة دبي في منتدى الإعلام الإماراتي، فسأبدأ معك معاليك. ولو يعني السؤال الأول، من هي الملهمة، المرأة التي ألهمت نورة الكعبي وكانت يعني السبب في الإلهام للنجاح في مختلف المحطات اللي مريتي فيها بمسيرتك ووضعت الثقة بك ونجحتي بها؟ شكرا أختي ندى. طبعا أولا أحب أرحب بالحضور الكريم، وشكر خاص وتقدير خاص لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات. وجودنا اليوم في هذا الحفل، وجودنا في اختلاف مثل ما ذكرت معالي شمة، اختلاف الوجوه واختلاف الثقافات لهدف واحد، وهذا دائما دور وهدف الرياضة. الرياضة تجمع الجميع، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك دائما تجمع الجميع. وأيضا أتشرف بحضوري هنا مع ماريا ومع ميشيل، ونحن نعمل أيضا مع ميشيل في الأولمبيات الخاصة التي ستعقد في إمارة أبوظبي بإذن الله، سواء للألعاب الإقليمية أو الألعاب أيضا العالمية في 2018 و2019، فهذا أيضا حدث مهم جدا حبيت أن أذكره على هذه المنصة اليوم. سؤالك أختي ندى عن المرأة التي ألهمتني، هناك الكثير من الوجوه التي ألهمتني من السيدات، ولكن أيضا الإلهام يأتي من اللاعبة الأولمبية، يأتي من السباحة، يأتي من كل امرأة خاضت الجانب الرياضي سواء فازت أو لم تفز. في النهاية هناك هدف أرقى وأسمى،
طبعاً المنافسة الشريفة والمنافسة مهمة جداً، ولكن الرياضة منظورها دائماً منظور اجتماعي، منظور صحي، منظور قيادي، كيف أنها تساعد على صقل القيادة، صقل التركيز. إلهامي ملهمتي شيخة فاطمة بنت مبارك دائماً تحثنا على أن نكون متواجدين في الساحات الرياضية سواء إقليمية أو عالمية. الشيخة فاطمة بنت هزاع أيضاً لرعايتها للأكاديمية وقيادتها لهذه الأكاديمية. هذه هي القيادات التي تساعدنا على هذه، خلنا نقول، الخطط والاستراتيجية، على وجود أشخاص موجودين معنا من الحضور من كثير من دول العالم، منصة لتبادل الأفكار. إلى والدتي التي دائما أيضا تلهمني أن الرياضة مهمة جدا. في المجال الرياضي هناك الكثير، مثل ما ذكرت أيضا، ذكر معالي الشيخ نهيان كيف أنها أيضا تساعد على الحياة، تساعد على الثقافة، كيف أن سباحتنا الأولمبية تلهمني، كيف أن الشيخة ميثة بنت محمد بن راشد كأول أولمبية أيضا تدخل في سنة 2008 أيضا تلهمني، كيف أيضا سمو الشيخة لطيفة المكتوم أيضا تلهمنا. اللاعبات الرياضيات من دولة الإمارات وأيضا من دول الخليج وأيضا الدول العربية لهم مكانة خاصة، خاصة أني أنا عربية، فمثل ما يقولون بكون بايست، منحازة، لأن أدري أن هناك مسار وهناك طريق، وإن شاء الله بتضافرنا جميعا نقدر نوصل لوقت أن يكون هناك اسم بطلة إماراتية أو عربية مثل ميشيل التي لها لقب الفيجر سكيتينج بسبب فوزها أيضاً برياضة الفيجر سكيتينج، ولها حين تروفي خاص باسمها. فأتمنى يوم من الأيام يكون هناك تروفي خاص بشخصية إماراتية أو عربية إن شاء الله. دور القيادات النسائية الحالية، وأنت أحدها في الحضور في الكثير من القيادات النسائية معنا اليوم، دورهم في يعني تذليل العقبات اتجاه الأجيال الجديدة، معاليك؟ طبعاً دائماً، بس عشان أختصر، دائماً المثل يكون قدامك. الرياضية التي تدخل في ألعاب رياضية كنا إحنا مش متعودين نشوفها في مجتمعنا. عندنا زهرة لاري في سكيتينج فيجر، عندنا أيضا لاعبات الأولمبيات في السباحة، لاعبات الأولمبيات أيضا، هذه رياضة ما كنا نشوفها قبل 10 سنين في الجليد. فاللي بقوله هو كيف الرياضية تكون التي تشق الطريق من البداية هي التي أيضا تساعد على تمهيد هذا الطريق. طبعا والثقل ليس فقط على الشخصية الرياضية، الثقل أيضا على الجمعيات الرياضية، على البوليسيز، القوانين، التشريعات، أيضا كيف أن إحنا نقدر نتبادل أوجه تعاون، وأيضا وجود أكاديمية للرياضة. الرياضة هي مسؤولية للجميع. وأحب أيضا أذكر في هذا المنصب اللي هو مبادرة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 30 by 30 دبي فتنس. هذه مبادرة فوكست، مباشرة، سريعة، تطلب من أفراد المجتمع أنهم يمارسون الرياضة كل يوم لمدة 30 يوم. صحيح. وكل حد مارس هذه الرياضة، ولكن في هذا نفسه هناك ستكون قصص تحولية لهم الأشخاص، فهناك المجتمع، هناك المجتمع الرياضي. فأحس أنها مسؤولية للجميع. نعم. يجب أن متكاملة، ومثل ما ذكر سمو الشيخ نهيان الله يحفظه، أيضا الإعلام له دور مهم جدا في تسليط الضوء على أهمية الرياضة في جميع النواحي. صحيح، يعني هي عملية متكاملة، سلسلة يعني متصلة وليست منفصلة. يعني أنا بعطيك السؤال الأخير لضيق وقتك، ولأنك بتغادرين متجهة الإمارات دبي لحضور منتدى الإعلام الإماراتي وعندك جلسة مباشرة على الهواء هناك. لو طلب من نورة الكعبي القائدة أن تعطي نصيحة واحدة ملهمة لمن يطمح ويحلم أن يكون شبيها بنورة الكعبي القائدة، ماذا تقول؟ شكرا لها. يعني أنا أحب أقول أن كل وحدة منا وكل شخص منا في عنده قائد في نفسه، سواء كان قائد في مؤسسة، سواء كان قائد في البيت، سواء كان قائد في الصف، سواء كان قائد بين إخوانه وخواته.
أحس أن في النهاية إحنا لازم نركز على شيء مهم جدا. إحنا وصلنا لزمن هناك الكثير من التحديات، سواء تحديات سياسية أو سواء تحديات إقليمية أو سواء أيضا تحديات للأسف غير أخلاقية في العنصرية أو ما إلى ذلك. نحن دولة تنظر إلى أن التسامح مهم جدا، وهو أيضا من تشكيل حكومة دولة الإمارات. كيف إحنا كأشخاص كقادة نعمل أن نكون متسامحين، نعمل أن تكون الروح الرياضية روح الفريق واحدة، كيف أن نبني القائد قائد المستقبل. قائد المستقبل هو هم الشباب، الشباب يمثلون أغلبية خلنا نقول السكان في العالم العربي. لازم نكون مثل ما الحمد لله اليوم سمعنا من وزيرتنا وزير الشباب شمة، الشباب هم اللي يعتلون البوديومز والستيج ويتكلمون عن أهدافهم، ونحن نسهل عليهم الوصول لهذه الأهداف. أنا اللي أقوله كلنا قادة في المنظور اللي إحنا نعمل في المجتمع أو المكان اللي نعمل فيه، ويجب أن نكون مثال لهذا الشيء بالتسامح وروح الفريق. شكراً، وأسمحوا لي ندى شكراً وأسمحي لي على هذه الوقت البسيط. كنت متمنية أني أسمع من ميشيل ومن ماريا، ولكن سأتأكد أني أتابع الحلقة على اليوتيوب. أكيد. شكراً. أكيد. شكراً جزيلاً. شكراً. شكراً. Come closer, please. And Maria, can you sit here? Yeah, sure. I will be. So I can see you both. Thanks. طبعا نستكمل هذه الجلسة التي تتكلم عن القيادة في الرياضية. ميشيل، لكل رياضي ولكل شخص يعني قائد أو قدوة، من كان هي أو هو القدوة لميشيل كوان؟ I had many role models growing. كان لدي العديد من القدوات منذ أن كنت في الخامسة من عمري. كنت في مركز تسوق وكنت أنظر إلى بعض النماذج كقدوات. عندما بلغت 7 سنوات كنت قد بدأت الانبهار بالأولمبياد، وأتذكر عندما كنت أتوجه إلى آبائي وأقول لهم إنني أريد أن أكون مثل هؤلاء المتزلجين الأولمبيين الأبطال. وكان أبواي قدوات لي، وكذلك في مساري المهني كان لدي قدوة. أعتقد من الضروري أن يكون هناك قدوة لكل شخص. لكن ماريا يعني عضو مجلس إدارة في نادي برشلونة الإسباني، يعني ملايين الملايين من محبي هذا النادي الإسباني متواجدين حول العالم، متواجدين هنا في الإمارات، لربما هنا في أرجاء هذه القاعة الكبيرة. الأكيد السؤال الأول لك، نبذة عن ماريا ومرحلتها حتى الوصول إلى عضو مجلس إدارة في النادي الإسباني، وأنت الإمرأة رقم 12 في تاريخ نادي يمتد إلى أكثر من 100 سنة. دعوني في البداية أشكر المنظمين. أنا فخورة بوجودي معكم باسم نادي FC برشلونة. بالنسبة لسؤالك، علي أن أشرح أنني أرى نادي برشلونة كمنظمة من عدد من الأشخاص الذين يفخر كل شخص بالانتماء إليهم. أنا عندما كنت في 16 من عمري كنت أذهب مع أبي إلى الملاعب لأشاهد مباريات نادي برشلونة. ومنذ أن بدأت الجمعية التي تتولى أمور برشلونة عملت في مناصب
منتصبة، ودعيت لأن أكون منذ 2015 في مجلس الإدارة، وأنا أعمل نائبة الأمين العام. صاحبة كثيرة لتعزيز مكانة المرأة الرياضية والاهتمام بها، شو ما هي العوائق التي تمنع تواجد قيادات نسائية بشكل أكبر في المؤسسات الكبيرة؟ في كل رياضة هناك العديد من الدروس في الحياة، مثل المثابرة والمواظبة، وطبعا يكون هناك الملايين من الأشخاص الذين عليك أن تتنافس معهم، وطبعا المهارات التي يمكن أن تترجم إلى النجاح في الرياضة. أتذكر عندما كنت فتاة في الثالثة عشرة من عمري وكنت أنافس مع أكثر أفضل 10 أبطال في الولايات المتحدة الأمريكية، جاءت إلي فتاة صغيرة وقالت لي أريد أن أكون مثلك تماما. وأتذكر أنه في هذه اللحظة كانت اللحظة مثيرة ومفزعة نوعا ما بالنسبة إلي، وفوجئت بذلك المشهد، تلك الجرأة لتلك الفتاة الصغيرة التي لديها حلم وكان عمرها 6 سنوات. وهذا الموضوع الخاص بإلهام الصغار بدأ يتبلور في ذهني منذ ذلك الوقت، كيف يمكن أن نلهم الأجيال يكونوا أبطالا أولمبيين؟ أعتقد أن هذه مسؤولية وشيء مهم، وعلي أن أقر بأننا يجب أن نستحضره. وعندما يكون البعض لا يقدمون النماذج والقدوات فيكون أمرا محبطا، يجب أن يساعدوا الأجيال. كيف يمكن أن يكون لدينا أشخاص آخرين قدوات في المنظمات والمؤسسات؟ هذا سؤال جيد. حضرت مؤتمرات كانت تتحدث عن الرياضة وكيف يمكن للرياضة أن تلعب دورا مهما في إنجاح النساء. الإحصاءات تظهر أنه أكثر من 90% في الولايات المتحدة الأمريكية من المناصب العليا التنفيذية والإدارية وما إلى ذلك، 90% من هذه المناصب. هي الرياضة عنصر أساسي في جعل المرأة قوية، ممكن قوية وقادرة على أن هي تتواجد في مكان يغلب عليه العنصر الرجالي. ماريا، أنت في بورد member, you are a board member with a sector men are dominated. أنت في مجال يحتكر ويسيطر عليه الرجال في هذا المجال، في المجالات التنفيذية. كيف ممكن كيف ممكن للرياضة أن تكون عامل قوة للمرأة، يخليها واثقة من نفسها أكثر، عندها إقدام على اتخاذ القرارات الصحيحة، عندها إقدام على أيضا المواجهة في مؤسسات وهيئات يغلب عليها العنصر الرجالي؟ سؤال صعب. أعتقد أن النساء عليهن أن يصلن إلى هذه المناصب ليسمعن أصواتهن. أعتقد أنه لديهن طرقا مختلفة للإدارة ولفهم الأشياء وإفهامها للآخرين، ومن المهم أن نكون موجودات كما قلت لمساعدة الفتيات الأخريات، لإلهامهن بأنه يمكن أن يصلن إلى تلك المناصب، سواء في كرة القدم التي يسيطر عليها الرجال بشكل كبير. وفي نادي برشلونة نعتقد أنه نحتاج
إلى أن نبذل جهودا أكبر لجعل العالم أكبر ونجعل الآخرين يتميزون في الرياضة. ونحن مقتنعون بأن ذلك يمكن أن يحدث من خلال جلب النساء أكثر، وذلك في الرياضة وكرة القدم. لدينا فريق من الفتيات لكرة القدم، وقبل ذلك كان على النساء والفتيات أن يعملن للحصول على المال حتى يعيشن، وبعد ذلك يتدربن ويحصلن على مستوى للممارسة، وكن ناجحات كهاويات. وعلينا أن نساعدهن على أن يحصلن على نفس الظروف مثل الرجال حتى يكون بقدرتهن الازدهار ويتميزن مثل الرجال. الآن يدفع لهن للعب كرة القدم، وهذا تغير وشيء جيد، ويحصلن على هذه الفرصة. المساواة مهمة جدا، وأن نساوي هذه الظروف ونجعلها متكافئة للرجال والنساء شيء جيد، حتى نستكشف كل مهاراتهن ويقتربن أكثر من المجتمع بفضل ممارستهن كرة القدم. الآن يمكن أن يمارسن الرياضة بنفس الحصص، يحصلن على الخدمات الطبية. وكذلك أعتقد أن الأمر اختلف وبدأ يختلف الآن، هم أصبحنا أفضل فأفضل كل يوم، ويشاركنا في كل المنافسات الأوروبية، وكذلك يريدنا أن يصلنا إلى أفضل مستويات. ميشيل، الإكواليتي، التوازن بين الجنسين، how important is equality? Well, one of my role models also من بين قدواتي لاعب تنس، ليست فقط لاعبة تنس مشهورة بل هي ناجحة. عندما تنظرين إلى التاريخ، تنظرين إلى هذا النوع من القادة، يكون من الجميل أن تكون في عصر العمالقة الرياضيات. هؤلاء ترى هؤلاء البطلات في التنس، وأشعر أنني محظوظة بأنني أرى حوالي بطلات في التنس ورياضات أخرى. هناك أساسا فيلم سينمائي الآن في دور السينما عن بيلي جينز وعن رحلتها للإكواليتي، أن هي تحصل على حقوقها كلاعبة تنس. وأيضا الكل يعلم هذه المباراة الشهيرة لها مع لاعب تنس آخر وكيف فازت عليه. يعني أكيد تمهيد الطريق من جيل إلى جيل مهم جدا لإعطاء الإلهام أن البنت أو المرأة تستطيع التواجد في القطاع الرياضي باختلافه. إذن التحدي الأكبر اللي واجهتيه ميشيل أثناء مشوارك الطويل من الأولمبياد، بطولات عالمية، مناصب كثيرة، بطلة في أمريكا، يعني الوصول إلى القمة والمحافظة عليها سنوات طويلة، أكيد أمر صعب. فأبرز التحديات التي واجهتك وتخطيتيها. أعتقد الرياضة في مساري، أنا كنت محظوظة لأنه كان لدي مسار مهني طويل. بدأت في التباري منذ 13 من عمري، وتقاعدت عندما وصلت إلى 26 من عمري. أعتقد أن أصعب اللحظات كانت عندما كنت في القمة، لأنه عندما تكون في القمة يكون العديد من الأشخاص الذين يتمنون أن يكونوا في نفس المكان، وتجدين نفسك أنك تحمين هذا اللقب. وطبعا هذا مقابل ما كنت عليه في 13 من عمري عندما كنت أحاول إثبات نفسي وأن أسعى للحصول على ذلك اللقب. إذن هذه الأمور من بين الأشياء التي تجعلك تشعر أن هناك تحدي، وأفكر في نفسي وما الذي أريد أن أفعله. وعندما أفوز أفضل في التحسن أكثر فأكثر دائما. وإذا نظرنا إلى لحظة معينة كانت صعبة، ربما
عندما كنت بطلة وفزت بالبطولة في ذلك الوقت كنت أقول في عمر 23 من عمري كان يندر إلي كأنني جدة في تلك الرياضة لأنه كان فتيات هناك صغيرات. أن تكون مصر على البقاء أو التواجد أو الدفاع عن ما تحب أن تقوم به مهم جدا. I think that drive and نعم هذا الإلهام وهذا المحرك الذي يحرك الناس وأن يسعوا إلى الميدالية الذهبية لا يتعلق الأمر بالميدالية بحد ذاتها وإنما بالحوافز بأن تكون أفضل دوافعك بأن تكون أفضل وهذا شيء تعلمته ليس الأمر يتعلق بالفوز فقط أو الحصول على هذا اللقب أو هذا المنصب إنها رحلة طويلة وأنا دائما أستمتع بهذه الرحلات. ذهبية بالنسبة للاعبات المتواجدات معنا هنا في الحضور. أحب أنوه أن إحنا بعد ما يعني بعد 10 دقائق من الآن ممكن أن إحنا نفتح لأي سؤال يتبادر لذهن الحاضرات معنا في هذه القاعة ممكن يسألون يعني الشخصيتين الملهمتين اللي موجودين معنا على المنصة. ماريا لو طلب منك وصف أسلوبك في القيادة ماذا تقولين؟ My style of leadership. I think I am a person. أعتقد أنني شخص يحب الاستماع والإصغاء. أعتقد أن هذا مهم للغاية عندما تكون في مثل هذه المناصب. أن تنظر حواليك وترى الأشخاص المعنيين في النادي مثلا أو في مظاهر عديدة من الحياة. أن تكون واعيا بحاجاتهم. بالإضافة إلى هذا لدي رؤية بطبيعة الحال وأعتقد أن النساء يحتاجن إلى لعب دور كبير في كثير من مناحي الحياة ولذلك أنا هنا في هذا المنصب في نادي برشلونة في هذا النادي مجلس الإدارة وأود أن أكون محترمة بما أمثله وما أفعله وأن الأشخاص الذين أديرهم في النادي ورئيسي أيضا الذي أعمل معه أحيانا يكون لدينا نقاش ساخن لأنه يكون لدينا رؤى مختلفة وهناك أشياء أريد تغييرها وبعض الآخرين يرون أنه ليس الطريقة المناسبة إذن يكون هذا النقاش يجعل عناصر أخرى تدخل في رؤيتك وهذا مهم بالنسبة إلي وأن أقنع من خلال النقاش باحترام. هل تؤمنين بالمقولة أن لكل مرحلة هناك أسلوب قيادة مختلف بمعنى مواءبة المهارات القيادية للزمان والمكان وأيضا الأشخاص اللي تتعاملين معهم بشكل يومي؟ Maybe you need to do that. نعم ربما نحتاج إلى فعل ذلك لأنه أعتقد أن الحياة تتعلق بالشخص الذي يوجد في هذا المنصب في ذلك الوقت ولا في هذا الوقت إذن علينا أن نتعرف إلى هؤلاء الأشخاص الذين نعمل معهم ولا تفقد أبدا حلمك رؤيتك وهدفك وهذا كاف للقول إنني أقتنع بهذا وعلي أن أصل إلى هدفي والطريق للوصول إلى ذلك الهدف النهائي يختلف بحسب الظرف والمكان والأشخاص المحيطين بك وأعتقد أنه يتعلق الأمر بمعرفة الآخر والآخرين والتخلص من الخوف لأنك مسموح لك بالتفكير بما ترغب فيه ومسموح لك بقول ما ترى مناسبا ولك الحق في أن تكون قادرا على العمل والسعي لأجله عندما يكون هذا واضحا أمامك تمر قدما. ذهبية أخرى يعني اللي بيتابعون معنا الحين لازم يجمعون النصائح الذهبية من الشخصيتين اللي معنا الملهمتين. ميشيل الدراسات تقول أن الرياضة تغير النمط السلوكي لدى الفرد فبالنسبة لميشيل هل تغير عليك نمط الحياة مع الرياضة وإن قلنا أنت يعني رياضية منذ الصغر خلال مراقبتك للأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل دائم في حياتهم وإن لم يكونوا محترفين أو محترفات هل توافقين هذه الدراسات أن هناك الرياضة تغير نمط السلوكي لدى الأشخاص للأحسن طبعا
أعتقد أن هناك العديد من المنافع للرياضة. طبعا هناك منافع صحية وتجعلك تشعر أفضل تجاه نفسك وتشعر بثقة أفضل. أنا بدأت بالتزلج لأن كانت رياضة مرحة، وهذا أمر كان عاملا أساسيا في إنجاحي. لكن لا يتعلق الأمر فقط بالحلم بأن تذهب إلى الأولمبياد وأن تكون احترافيا في رياضة معينة في NBA وما إلى ذلك. طبعا هذه الأحلام مشروعة، لكن المرح على المستوى النفسي الذهني البدني. عندما هناك دراسات تقول بأن الأشخاص الذين يتمرنون في الرياضة تكون أداؤهم الأكاديمي أفضل، طبعا هذا أمر منطقي. وعندما تنظر إلى التمتع والمرح وأن يكون منافع لصحتك النفسية والذهنية والبدنية، لما لا نعتنق هذه الرياضة ونواظب ونتفانى في عملنا. تكون لدي نقاشات كانت لدي نقاشات بالأمس، وكنا نتحدث عن مدى أن تبدأ في الصغر وأن تكون بين الملايين الذين يتنافسوا. هناك بعض الأطفال الذين يبدون كأن قلوبهم مفتورة بسبب الخوف من الخسارة أو ما إلى ذلك. نقول لهم ستفشلون وترتكبون أخطاء وستنهضون من كبواتكم مجددا. طبعا هؤلاء لا يكونون دائما في القمة، لكن يتابعون السعي لتحقيق أحلامهم إلى أن ينجحوا. هو كيفية الوقوف مرة أخرى بعد السقوط أو الفشل. ما في شيء اسمه فشل أساسا، يعني ولا منظوره يختلف من شخص إلى آخر. يعني الفشل بالنسبة لي ممكن يكون نجاح بالنسبة لشخص آخر، لكن هو كيفية الصعود مرة أخرى والوقوف. وأعتقد الرياضة يعني تمنح هذه الدروس بالمجان، فقط التواجد أو اختيار رياضة تكون محببة ومرحة مثل ما ذكرتي. ماريا، سؤالي صعب يمكن بالنسبة لك. أفضل وأسوأ قرار قمت باتخاذه منذ توليك المنصب وحتى الآن؟ واو. All the difficult questions to her. كل الأسئلة الصعبة إليك. Maybe someone else should answer this ربما question. ربما على شخص آخر الإجابة عن هذا السؤال. أسوأ قرار، ربما أسوأ قرار هو ليس قرار في الواقع، وإنما أخذ الأمور بجدية أكثر. وكما تعلمين كان لدي هذا النضال في كرة السلة. أنا أكره تلك المعاملة لبعض لاعبات كرة السلة. أصبح الأمر جديا بالنسبة إلي، وبعد ذلك تراجعت إلى الوراء وقلت ربما أنا مخطئة. وهذا دفعني إلى أن أتخاصم مع بعض أعضاء مجلس الإدارة. والذي تعلمته من هذه التجربة هي أنه لا تأخذ الأمور بجدية كبيرة منذ البداية. ربما علينا أن نبطئ قليلا ونظهر للآخرين أن هناك طرقا أخرى للمرح في كرة السلة بشكل فيه بهلوانيات. والآن هناك تغير يرى في الأفق، ربما سيجعل الأمر ينجح في إحداث التغيير. القرار الأفضل، نحن لدينا بعض الظروف السياسية الصعبة في إسبانيا، ونادي برشلونة يعني الكثير للكتالانيين. وربما القرار الأصعب هو أن نعمل مع الأعضاء في مجلس الإدارة كيف نتعاطى مع هذه الظروف السياسية، لأن الناس يتوقعون أشياء كثيرة منا. هناك استقطاب كبير، وأفضل القرارات هي، وأنا فخورة بهذه القرارات، وأنه مع المحامين وعدد من المعنيين، وأن نأخذ مسارا يريح الجميع، لأننا نريد أن يكون هناك وضع رابح. هناك بعض اختلاف وجهات النظر، التنوع أمر مشروع كما قال وزير التسامح، أمر مهم بالنسبة للمجتمع، وعلينا أن نتعلم كيف نعيش ونتعايش مع بعض حتى لو كنا مختلفين. وهناك
هناك أماكن يكون فيها أشخاص يحبون أن يستمتعوا ويلتقوا مع الآخرين، وعلينا أن نتيح المجال للتنوع واحترام الآخرين واختلاف وجهات النظر. دائما يعني السياسة يعني لو نضعها دائما جانبا. ميشيل، يعني أخيرا سؤال أخير قبل ما ناخذ أسئلة من الحضور، نصيحة ذهبية أخرى تقدمينها لكل الشابات الطموحات تلهمهم خلال رحلتهم ومشوارهم في الرياضة. عندما أتحدث إلى الشباب والفتيات حول العالم عن أهمية أن يحلمن أحلاما كبيرة، الحلم يأخذك بعيدا لكن مع ذلك يطلب منك جهدا كبير. أنصحهن بأن يكن منظمات. إذا هناك حلم وكيف تصل إلى هذا الحلم؟ تعمل بجد وتستمتعن دائما. امرحن. ماريا، نصيحتك أيضا، لأن من بين الحضور ليس فقط رياضيات إنما إداريات يشغلن مناصب كثيرة وعديدة في القطاع الرياضي باختلافها، أيضا نصيحتك كإدارية قيادية للشابات المتواجدات بين الحضور؟ أعتقد أن الأمر لا يختلف عما قالته ميشيل. على الشخص أن يؤمن بنفسه كثيرا. لدينا أشياء مهمة يمكن أن نقولها للبشرية، وعلينا أن نفعل هذا في كل منصب نشغله في الحياة. إذن أحلمنا أحلاما كبيرة، استمتعنا، العبنا، امرحنا بدنيا، التقينا بالأشخاص. كنت ألعب التنس عندما كنت صغيرة، وهذا جعلني ألتقي العديد من الأشخاص المهمين، حتى رئيس نادي برشلونة. إذن لا تعلمون إلى أين يقودكم هذا الأمر. إذن اللعب تنس مع بعض، وكنا نجري رحلات مع بعض، كانت لحظات رائعة، والتقينا بأشخاص عظيمين، وهذا يؤدي إلى التعارف ومعرفة ما يحدث حولك وحواليك. وعندما تصل إلى ذلك المنصب، ثق بنفسك واجعل صوتك مسموعا. استكمالا لما ذكرته ماريا، أرنست أند يونغ، وهي يعني مؤسسة عريقة ومعروفة، في أجرت دراسة أخيرة على رائدات الأعمال لعدد كبير من رائدات الأعمال. تبين بعد الدراسة أو من مخرجات الدراسة أن الناجحات منهن اللي متفوقات، اللي عندهم فلوس يعني وايد، كلهم مارسوا الرياضة في حياتهم. فهل كثر الرياضة مهمة جدا أن تكون جزء من حياة المرأة في مرحلة من مراحل حياتها أو حتى كل حياتها؟ الحين نفتح الباب لأسئلة الحضور. يعني في مايكات، يعني من يصل لها المايك تعرف بنفسها والجهة التي تستمتمي لها وتذكر سؤالها. نحتاج مايك. للشابة اللي واقفة هني بليز. Hi, my name is Nana Proudy. I am with the tribals here in Abu Dhabi. أنا براودي، وأنا سؤالي هو إلى السيدتين، ما الذي تقولانه للنساء اللاتي يذهبن إلى نادي الرياضي ربما لسنا في الوضعية البدنية اللازمة، ولكن ما الذي تقولونه لهؤلاء النساء التي يرتدن النوادي الرياضية؟ ينقصهم الثقة بنفسهم، أو إنهم لسنا في اللياقة الكاملة لممارسة الرياضة. I think the advice I would give is أعتقد أن النصيحة هي أنه عليك
كي أيتها المرأة أن تبدأي من مرحلة ما. إذا كنت لا تعرفين كيف تنقصي وزنك، يكون لديك قد جيد وما إلى ذلك. أعتقد أنه عادة النساء يقولن لا أريد أن أذهب إلى النادي لأن الناس سيضحكون علي، البعض سيسخر مني وما إلى ذلك. عليك أن تشجع هؤلاء النساء وأن تفعل قصارى جهدك لخدمة نفسك. ربما لا يكون لديك القد الأمثل مثلا، لكن عندما يكون لديك فرصة للبدء بفريق، ربما ستبدأ بوتيرة تدريجية بطيئة. من الأشياء التي تعلمتها هي أن أتعلم كيف أسقط، وكان مدرس ومدرب يستغرب كيف أنا أتعلم كيف أسقط وأنهض، وقلت له علي أن أتعلم هذه الأشياء، وضعيات مريحة وغير مريحة. هذه الخطوات البطيئة مهمة، وعليك أن تقنع هؤلاء النساء بأنه يمكن أن يبدأن ببطء، وبعد ذلك سيكون هناك تحسن وسيشعرن أفضل وسيكون لديهن حيوية أكبر وسيشعرن براحة في هذه المرحلة ويتعلمن، وربما سيقضين وقتا أطول مما كان يقضينه في البداية لأنه يستمتعن أكثر سواء فرديا أو جماعيا. Hello, assalamu alaikum, and hello. I'm Mavish, and I'm a freelance photographer. أنا مصورة مستقلة. كان لدي كتاب نشرته عن فريق كريكت. كان لدي سؤال إلى كليكما. نحن كلنا لدينا أحلام كبيرة ونريد أن نؤمن بأنفسنا ونواصل المضي قدما رغم العقبات. أود أن أعرف ما الذي تفعله أو تفعلينه في وقت شكوكك، وعندما قلت إنك تسقطين مثلا وهناك أشخاص لا يؤمنون بك وتبدأين بالتشكيك في قدراتك، ما هو الميكانيزم أو الآلية التي طورتيها لمواجهة مثل هذه الأوضاع لتشجيع نفسك وتحفيز نفسك عندما ترين شيئا يحدث لك؟ أولا أهنئك على كتابك الذي نشرتيه. ثانيا أعتقد أن هذا سؤال صعب لأن كل شخص مختلف عن الآخر. الأوقات الصعبة في رياضتي هي تلك الأوقات التي شعرت فيها أنني لا يمكنني أن أفعل ذلك، وكنت أفتقد لتلك الثقة، وكنت بحاجة إلى تركيز انتباهي، رغم أنها كانت أسهل أن أركز جهدي وما إلى ذلك. إذا أتذكر أنني تحولت إلى فتاة صغيرة، و عندما أنظر إلى تلك الفساسة الصغيرة الملهمة أتذكر كيف وقعت في حب رياضة التزلج. عندما كنت أرى تلك الفتاة في 5 سنوات المتحمسة والشغوفة بالتزلج، وكانت لديها ابتسامة عريضة في وجهها وتتزلج باستمتاع، أعتقد أنه بعد فترات عندما أصرت عمري 20 سنة وأصبحت بطلة وما إلى ذلك، لكن صورة تلك الفتاة الطفلة ذات العمر 5 سنوات ظلت في ذهني دائما. عندما يكون الأمر صعبا عليك في مجالك، ترى أشخاصا يشككون في قدرتك، انظر إلى نفسك، إلى ما يلهمك، إلى أولئك الأشخاص الذين يعملون ذلك بشغف وبمرح ويستمتعون بما يفعلون. في هذه اللحظة تبتكر ذلك التركيز وتلك الطاقة على الأشياء التي تحبها أكثر. نأخذ السؤال. عارفين بنفسك؟ بس أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شوقحات، لعبة في نادي بنياس، لعبة مبارزة. أبغى أسأل سؤالي، وسؤالي هو أن تي فترة الواحد يحس فيها أنه في أعلى، يعني الإلهام عنده في أعلى قمة، بعدين تي فترة هالإلهام يبدأ يقل،
شو هي الطريقة الممكن الواحد في يجدد إلهامه؟ أو مثلاً هي الإلهام هو فترة تكون معينة وبعدين تنتهي، ولا نقدر نجدده مرة ثانية؟ شكراً. ماريا. ماريا. أعتقد أن الإلهام أمسكه بيديك عندما يأتيك، وقيدي واكتبي كل ما يخطر ببالك من هذه الأفكار الملهمة أو الملهمة. أنا دائما لدي كراسة أقيد فيها ما يخطر في بالي من أفكار. أحيانا ننسى هذه الأفكار، وأحيانا علينا أن نعود إلى تلك الأفكار. ولذلك عندما نكتب هذه الأفكار وهذه الكلمات، دائما نكتب هذه الأشياء وندعها. أحيانا عندما نشعر أننا نسينا شيئا ما، نعود إلى تلك الكراسة التي قيدنا فيها تلك الأفكار، ونتذكر تلك الأحلام ونجدها مجددا. ميشيل، أعتقد أنه في الحياة، الحياة كتاب، هناك فصول متعددة. يكون لدي أحلام في عمر 20 سنة، وعندما أقلب الصفحات أبدأ بفعل أشياء أخرى، وأبدأ باكتشاف أنني اختلفت وأنا مختلفة. إذن الحياة يمكن أن تعيد اكتشاف نفسك، وأن يكون هناك إدراك بالفترات الانتقالية التي تمر بها، وتعرف نفسك في كل مرحلة. إذن أشجع الناس على أن يفتحوا أعينهم إلى الإمكانات وإلى الإلهامات. دائما من هناك إمكانات وأشياء ممكنة يمكن فعلها. يمكن أن يقول الناس هذا في الرياضة، حتى في المدرسة يمكن أن أذهب إلى المدرسة. ومثلا عندما كنت مرة في وزارة الخارجية دعيت في أحد المناسبات، كانت هناك أشياء لم أتوقعها. عندما كان لدي حلم في 17 من عمري، واكتشفت أنه يمكن فعل أشياء كثيرة تؤثر عليك طوال حياتك. خليش تجددين هذه الرؤية، خليش تجددين أيضا الطموح وتسعين لها أكثر. سؤال آخر. مايك. السلام عليكم. السلام عليكم، شكرا على الدعوة. سؤالي لميشيل. قبل، أنا جاي من العين من أكاديمية الخليج الدولية الخاصة إدارية. سؤالي لميشيل، هل كان عندها مهنة قبل الاحتراف؟ يعني وأيمت بدأ الاحتراف وبدأت تعتمد على موهبتها لكسب الحياة؟ شكرا. Well, it's interesting. Just as I was answering هذه الفترة الانتقالية في الحياة، أحيانا تعتقدين أن وجهتك هي كالتالي، وأحيانا يكون عليك أن تغير مسارك بشكل جذري. إلى 26 سنة لم يكن لدي مهنة منتظمة إدارية من 9 للـ5 أو ما إلى ذلك. كانت لحظة صادمة بالنسبة إلي وبالنسبة للعديد من الرياضيين المحترفين والأشخاص في مجال الرياضة. عندما يكون لديهن خوض لمسار رياضي منافسات، واعتقدت أنني سأواصل العمل كرياضية لكل حياتي. ثم بعد ذلك عندما كنت أرتاد المدرسة وأتعلم أشياء أكون شغوفة بها سواء في الرياضة أو خارجها، وبعد ذلك عملت في الخارجية وأصبحت مستشارة كبيرة للوزارة في الشؤون الرياضية. لا تعلم إلى أين يأخذك مسارك، لكن بعد التزلج حصلت على وظيفة، وهذا مهم. آخر سؤالين لو سمحتوا، بس مايك من هذه الجهة. مايك there please. And then you will be the final question to be asked. السلام عليكم. أختكم حمد الشامسي من اللجنة الأولمبية الوطنية. سؤالي للسيدتين. أعتقد يوجد رابط ما بين ممارسة الرياضة وقيادة الرياضة يظل ثابت مهما تغيرت الظروف والانتقال والدورة الرياضية.
صراحة أنا بحثت عنه كثير، شو هذا الرابط أو شو هذا اللي يخلي الثقل الرياضي أو الثقل أو المعيار ثابت في داخلنا، سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد المؤسسات، لضمان استمرارية الدورة الرياضية سواء كنا على صعيد لاعب أو صعيد القيادة. فأعتقد أن لو يفيدونا أنهم ممكن وصلوا لهذا الثقل أو هذا الوزن الرياضي لاستمرارية الدورة الرياضية. ما أعرف إذا كان سؤالي واضح أو لا. واضح ماريا. Yes, I think that you're right. I mean, أعتقد أنك محقة أن نعرف ما تعنيه الرياضة، ما الجهد الذي تتطلبه الرياضة، والذي يساعد كثيرا عندما تتخذ قرارا إلى أين أذهب مثلا كنادي أو أهداف النادي مثلا. بالنسبة إلي من المهم جدا أن الأشخاص الذين يديرون النادي يعرفون الأهداف للنادي مثلا بالنسبة لنساء في الرياضة. وكما قلت قبل قليل، نحن علمنا أنه علينا أن نوجد الظروف للنساء حتى يمارسن الرياضة بظروف متكافئة للرجال، وأنه علينا أن يكون لدينا أكاديمية ينضم أو تنضم إليها الفتيات حتى نخبرهن أن هناك مسارا إلى القمة، حتى يطمئنن أكثر في مسارهن الكروي في كرة القدم. كل هذه الأشياء تجعل الرياضة مألوفة أكثر، وهذا أمر مهم للاهتمام به وإدارته. ميشيل، كرياضية كنت أرى دائما أن هناك فرصا لاستخدام اسمك في مؤسسة ما، في منظمة ما، وهذه المؤسسات تهتم بهذه المنافسات الأولمبية، وما الذي يمر به من تجارب اللاعبون الأولمبيون. كنا نتحدث عن الأولمبياد الخاصة، ونحيي الأشخاص الذين يمثلون هنا الأولمبياد الخاصة. نتحدث عن التجارب الشخصية للأفراد، وأن يكون هناك ألعاب أولمبية خاصة في 2018 شيء مهم وخاص في أبوظبي. إذن نرى ما الذي يكون لدى هؤلاء اللاعبين من تجارب، وبنفس القدر الذي تطلع إليه أبوظبي من خلال عقد وتنظيم هذه الفعاليات لأولمبياد الخاصة، فهي تنظر إلى تجارب هؤلاء المشاركين، وستكون تلك تجربة متميزة. إذن دائما تأخذ الأشخاص التي تمر بها في الرياضة وتستخدمها في إفادة مؤسستك. طبعا نشكر جميع الحضور، ضيفاتنا ومتحدثاتنا راح تكونون متواجدين بعد الجلسة لأي أسئلة أخرى من الحضور للتعرف عن قرب عنهم أو أسئلة شخصية للاستفادة بشكل أكبر من بعد هذه الجلسة. نشكر ماريا تسكيدور جوفريزا عضو مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، وأيضا ميشيل كوان البطلة الأولمبية والذي حققت الكثير من الميداليات على مستوى العالم، مستوى أمريكا، على مستوى الأولمبياد.